داخل سرادق عزاء طبعا بعد اللي حصل امبارح في حلوان على كنيسة ماريمينا. مساء الخير يا ابراهيم، وطبعا لنا الوضع عندك، وطبعا تعزينا لكل اهالينا والشهداء اللي راحوا ضحية هذا الحادث. اتفضل اتفضل يا ابراهيم. مساء الخير. لبنى، اليوم تستقبل الكنيسة العزاء في شهدائها الذين زفوا بالأمس إلى السماء عقب هذا الهجوم الإرهابي، أو بالأحرى التصدي للهجوم الإرهابي الذي شهدته كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان. نحن هنا نتحدث عن 6 شهداء من هذه الكنيسة، بالإضافة إلى شهيدين آخرين شقيقين في كنيسة أخرى من أبناء كنيسة الملاك أيضا القريبة من هذه المنطقة بالطبع بحلوان. الآن كاميرا أون اليوم بشكل خاص بتتابع من داخل استقبال العزاء هنا في حلوان، ودعيني أن نتقدم أولا بالعزاء ونتحدث أكثر مع ضيفي العزيز في الظهور الأول له عقب هذه الحادثة مع نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة. بداية أنا برحب بنيافتك على شاشة أون لايف وبرنامج أون اليوم، وعزائنا بالطبع لنيافتك ولجميع شعب حلوان بل للشعب المصري. كيف لاحظتم التلاحم الذي أثر هذا الحادث عليه ما بين الأسر المصرية القبطية والإسلامية هنا في حلوان؟ وأنا أرى منذ أن أتيت هنا الأسر العديدة التي جاءت لتقديم واجب العزاء هنا لنيافتكم ولجميع الشعب بحلوان. أولا أود أن أشكر أون تي في على هذه المبادرة، ولا شك أنها ستثمر قوة وزيادة المحبة، قوة المحبة وزيادتها، ونعالج هذا المرض الذي أصاب الشعب المصري بنسبة غير قليلة. فأنا بشكر على المجيء لتقديم العزاء باسم القناة وباسم الكل، وبشكر على هذه المحبة. ونتكلم في النقط اللي هتشوفها حضرتك لكي نغطي هذه المناسبة. حضرتك بتتابع بالتأكيد الموقف وهذه هذا الحادث الذي يتابعه السيد الرئيس بالأمس، وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا وأيضا قداسة البابا طوادروس الثاني. كيف جاءت الكواليس ما بين الكنيسة؟ بالتأكيد حضرتك تحدثت مع قداسة البابا، ماذا قال لك؟ ما هو بالتأكيد يعني وحادث يعني متأثر به الشعب المصري جميعا؟ طبعا الحدث ده حادث مؤلم، وممكن نحلله في اتجاهات كثيرة، لكن لا شك ان فيه رأس مدبرة بتدبر هذه الهجمات الشرسة الإرهابية بأشد الأسلحة وهي النار. فكون يستخدموا النار عشان يتعب مياه، فنقول له أنت إنسان ناري، ما أنتش إنسان طيب ولا إنسان هذه الحياة، عدل نفسك شوية. إذا كان هذا يظن أنه هيساعد على نشر الدين، لا، الدين الناس بتدين بيه بحب للذي أعطى هذا الدين الله، وللمحتويات اللي جوه هذه المحبة، إن محبة للكل. بالتأكيد عمل إرهابي بيرفضه جميع المصريين، ورأينا العمل البطولة الذي قام به إمام المسجد في بح صوته في الميكروفون لحماية المنطقة وحماية الأقباط، وأيضا الرجل الذي اقتضى على الإرهابي وقام بأخذ السلاح منه. دعني أن أتحدث أيضا، غدا إن شاء الله هناك صلاة ثالث هنا في مطرانية السيدة العذراء بحلوان. ماذا عن كنيسة ماريمينا؟ ده الصلاة الثالث. ماذا عن صلاة الثالث لهؤلاء الشهداء الذين زفوا بالأمس إلى السماء؟ طبعا أي تضرع أو عبادة أو صلاة عشان ربنا يلمس كل الأطراف بالمحبة والبركة دي حاجة حلوة وجميلة، ويورينا إزاي ربنا ما بيسيبش شعبه، يعني سامح بالتجربة لكن بيقدم منافذ للإنقاذ.
فمن ضمن هذه المنافذ الصلوات والتضرعات والطلبات. ونحن دائما في صلاتنا بنقول نجينا من الغلاء، الغلاء لأنه هو العدو اللي بيهدد المجتمع دلوقتي، الغلاء ويثير بعض الناس ازاي ناس عندها وفر من العيش وناس ثانيه مش لاقيه لقمة عيش تاكلها. وهنا يظهر دور الدين والتعبد ان نؤازر المحتاجين ونساندهم ونديهم احتياجاتهم. كل واحد بيشتغل بطريقته في منطقته، بس بشرط البعد عن العنف، يكون في محبه وفي موده. رايح ياخد حاجه من كنيسته او من جامعه يبقى رايح في هدوء وراجع في هدوء، والامور تمشي كويس ولا تنمو لغايه ما تتحول الى ضرب نار على طول. فهنا بين الموقف بنهايه مؤلمه والناس بتنتظر خير، يقول لك احنا صبرنا ربنا يكمل. اسمح لي اسال نيافتك عن حاله المصابين، ويمكن احنا بشكل شخصي بالامس تابعنا اكثر من حاله. كنت اتواجد بالامس في معهد ناصر، قام السيد وزير الصحه دكتور احمد عماد الدين راضي باجراء العمليه الجراحيه للمصابه كريستين. طمنا على الخمس حالات المصابين، بالتاكيد هناك تواصل ما بين الابروشيه ممثله في حضرتك والاباء الكهنه. حاله المصابين اخبارها ايه النهارده؟ دايما حاله المصابين في الاحداث دي بيكون الم يعقبه سلام وفرح نتيجة لتعاطف المسؤولين كلهم مع الأسر اللي حصل فيها كده. فديت بتطيب خاطر الناس وتخليهم يعني يبقى يشفوا من الحاجة المفاجئة اللي جت لكي تقلقهم وممكن تطردهم من البلد اللي عايشين فيها، خصوصا مناطق العريش وكل الحتت ديت كلها مناطق يعني نسبة المسعين فيها قليلة كثيرا، لكن في شعب وعايز رعاية. يجي حد يفكر يقول احنا نخلص منهم بالأكل، هل دي طريقة للتعامل؟ ده تبقى وصمة سوداء في حياة من اتخذ هذا الطريق ومشي فيه. عمل الإرهاب يقف أمامه جميع المصريين بل جميع العالم، الإرهاب أجمع. حالة المصابين يفتك هل بيتمثلوا الشفاء؟ يعني أمامهم كم يوم تقريبا وإن شاء الله يخرجوا خارج المستشفيات وتطمنوا عليهم بشكل طبيعي؟ إن شاء الله يعني نتعشى من فترة ما تطولش، يجي يومين ثلاثة أسبوع وإن شاء الله يخفوا ويرجعوا إلى حياتهم العادية. ومحتاجين لمساندة منا جميعا بالكلمة وبالعمل وبالعطاء، كل ده هيساعد في علاج الموقف اللي احنا موجودين فيه. والدولة كتر خيرها، بس انا عايز شوية يعني اللي يستهتر واللي بهدل غيره ويهين غيره المفروض ده ملوش مكان معانا. كل مواطن له حقه واحترامه وجوده. اسمح لي نيافتك اختم هذا الحديث مع نيافتك، غدا ان شاء الله هو العام الاخير، ساعات قليله ونستقبل العام الميلادي الجديد، هناك صلوات لعيد الميلاد المجيد، كيف ستحتفلوا بالعيد؟ وهل هذه الاعمال ستؤثر على الصلوات بشكل طبيعي ام ستمتلئ الكنائس بشكل طبيعي على كما هو الحال من عام الى عام ايضا من اليوم للاخر؟ ان شاء الله يكون الافضل والاحسن ونمشي خطوات. وطبعا موضوع لعلاج الإرهاب ده من جذوره بيحتاج إلى الطفل اللي اتولد ده، يا ترى لما هينمو شهر ورا شهر ويبقى ليه صوت وكده، هل سيجد من يشجعينه على المحبة وعلى العطاء؟ لو كان المدرس والمدرسة وكل اللي شغالين في المدرسة ياخدوا بالهم من النقطة دي عشان الأولاد يطلعوا بنفسية سوية، غير يعني ما تتأثرش بالأحداث. ولو انها طبعا يعني اكتر من كده هيبقى صعب. غدا هناك صلوات رأس السنة كما هو المعتاد كما هي يعني، ام هناك تغيير في الخطة؟ لا، هو الصلاة كما هي وممكن نضيف لها بعض صلوات برضو من جوه العبادة زي ما هو في الكتب المقدسة اللي بنستخدمها في عبادتنا. فطبعا ملتزمين بالكلام على
محبة الله للناس وما جيه متجسدا في سر العظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، زور الله في جسد إنسان. كل ده حاجات جميلة وحلوة نقعد نتأمل فيها ونصلي ونقول يا رب إزاي أنت جيت من سماك للأرض عشان تملأ الأرض بالسلام وتعلمنا أنه طوبى لصانع السلام لأنه أبناء الله يدعون. ونحن نتمنى يعني أن يعم السلام على بلادنا أجمع إن شاء الله. أنا بشكر نيافتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله أعياد مليئة بالخير والسلام على بلادنا كلها. شكرا جزيلا نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة. مشاهدينا الكرام، أخيرا زميلتي العزيزة لبنى، أختم معك هذا اللقاء وأتذكر التصريح الذي خرج به قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في اليوم السابق لهذا الحادث الإرهابي، حينما كان مستقبلا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نعم. وقال نحن لا نستقوى فقط إلا باثنين، الله وإخوتنا المسلمين. صحيح. في الأرض، وهو ما تجسد في اليوم التالي في هذا الحادثة حينما تصدى. صحيح. يعني المواطن الموجي في العمل البطولي كما أطلق عليه في الأوساط الإعلامية لهذا الإرهابي حماية لإخوته الأقباط، وأيضا إمام المسجد الذي يعني زاع في الميكروفون الخاص لحماية. صحيح. هذه المنطقة. شكرا جزيلا لكل المتابعة، والآن الكلمة تعود إلى الاستوديو مرة.